قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومتميزة بعنوان بين طاعة الله وطاعة الناس، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف الأب بولس مرديني كاهن رعية كنيسة القديسين بطرس وبولس في البترون شمالي لبنان، الذي شرح خلال الاتصال مفهوم الطاعة في الدين المسيحي المقرونة بالإيمان والحب والصدق والسلام والرجاء والالتزام كذلك بمحبة الله والمواظبة على الصلاة التي تقربنا من المسيح. فإلى هناك. طبعا جاء موضوع الطاعة لهذا الصباح مثل ما حكينا في حلقتنا السابقة قبل أسبوعين عن موضوع كيف نعيش السلام في قلبنا، وحكينا من أهم البنود أو المحاور لنعيش السلام هو الإيمان بالله يسوع المسيح وبتعاليمه ووصاياه، وأيضا بسر الاعتراف والتوبة. وسر الاعتراف والتوبة طبعا مربوط في المحور الثالث وهو عنوان حلقتنا اللي هي الطاعة، الطاعة وصايا الرب، طاعة في خدمة الرب وفيما أوصانا به. فبين طاعة الناس وطاعة الله، فأبونا بولس مرديني ماذا يقول؟ في شغلتين لازم نتعودهم بالحياة وهنن أسلوب حياة. يا بيبين مسيحيتنا والتزامنا بتعليم الرب يسوع المسيح، يا أما بيبين مسيرتنا للناس على حساب يسوع المسيح. شيء منقوله باللغة الدارجة، في شيء اسمه العيش المشترك وفي التعايش. والفرق كتير كبير. بالعيش المشترك منعيش مسيحيتنا، بالتعايش منعيش النفاق ومنعيش إذا بدك الرياء. ويسوع كان واضح بهالمواقف لأنه هو المثل لعلنا، قالنا ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. عنا الرسل قبل العنصرة وما بعد العنصرة بيبينوا هالموقفين. قبل العنصرة منشوف موقف الرسل المترجح بين يمشي وراء المسيح وبين مطامحهم الشخصية من المسيرة مع المسيح وشو ناطرين. وبطرس وضح عن هالشي بكل وضوح وقال له تركنا كل شيء واتبعناك. شو بيطلع لنا؟ منشوف يعقوب ويوحنا اللي عم بيطلبوا يقعدوا على يمين الرب وعن شماله. منشوف الرسل اللي عم بيتخانقوا مين الأهم بيناتهم. لكن منشوف بعد العنصرة تغير الموقف. بطرس اللي كان خايف من جاريه ونكر معلمه اللي نبهه بأنه رح ينكروا قبل صياح الديك 3 مرات، منشوف بطرس بعد العنصرة لما نزل الروح القدس بقوة شو كان كلامه قدام أعلى مرجع بالسنهدرين، قال لهم إن الله أولى بالطاعة من الناس. وهذا المبدأ لا فضة عندي ولا ذهب، يسوع عندي، واللي عنده يسوع ما بقدر بيقدر يطيع إلا ضميره المبني على تعليم يسوع. أبونا كيف إذا أنا بدي أتبع الطاعة وطاعة الله طبعا وطاعة الرؤساء مثلا، أنتم والكهنة كمان عندكم حكم بكهنوتكم حكم الطاعة أو هبة الطاعة أو بسموها، فكيف الكهنة أحيانا بيتعرضوا كمان فيها التناقض أو التعايش هذا بين مفهومين؟ طبيعي. أول شغلة نحن الكهنة ما منندر دكتورة ندر الطاعة، لأنه ندر الطاعة هذا خاص بالرهبان. نحن مش رهبان، لهيك شوفي كهنة رعاية مجوزين، نحن مش رهبان. لهيك نحن ما مننضل ندر الطاعة، بس ضمنيا نحن نعيش كل التزامات الإنجيل اللي بطلب الرب يسوع. ثاني شيء، أنا طاعتي للإسقف مصدر الإنجيل، مش فوق الإنجيل أو برات الإنجيل. يعني ما بيقدر يوم اللي الإسقف يقول لي روح حمل جريمة مثلا، أنا بأمرك فلان زعجني وقلت له. لأنه هي بتتنافى مع الوصية الإلهية اللي بتقول لا تقتل. بس أنا مضطر أطيعه لما بيقلي بدك تصلي هالصلاة بهالوقت، أو بدك شو عرفني حطك بهالرعية أو بهالرعية، أنا ملزم أطيعه. لأنه هالطاعة ما بتتنافى مع الإنجيل. ما بدي بقول له عندي أخدم مثلا أنا كفول رعية غنية ما بخدم رعية فقيرة مثلا. لأنه كلهم أنا نفوس بالنسبة لي الله مات عنه. هون الطاعة. بس الطاعة لما بتتخطى الإنجيل أكيد ما بتعود طاعة، لأنه أنا ماني بمؤسسة موظف ملتزم بقانون عمل. أنا إنسان أنتمي للإنجيل، واحترامي للإنجيل هو بخليني أحترم الإسقف لأنه الرب أقامه.